احلى شباب كيفكن؟ بدنا نعزف اليوم اغنية حبك جنني لفهد القصير، فنان فهد القصير. هي سرعتها شي 116، انا عامل ترانسبوس زائد 2، ايقاع لف. اوكي، رح نستخدم فيه هذا الصوت، عندي اسمه صوت كمان. اوكي، وفي هذا الصوت، تمام شباب. وفيها صوت سترينجز، بس اذا بدي اعزفهم اثنين مع بعض بده يصير يقطش الصوت، مشان هيك بده يكون عندي جهازين، يعني اورجين. انا ما عندي غير اورج واحد صراحه، بس بدي احاول انه ظبطها قدر الامكان. تمام، راح اعزفها بصوت واحد، اريح لي واريح لكم. تمام، اول شيء بفوت بموسيقى هيك، شباب. بفوت ورا صوت سترينجز، بعدين برجع بهذا الصوت، بس رح اعزفها بصوت واحد انا مشان ريح راسي وريحكم. يا شباب، راح اعزفها بإيقاع بطيء سرعته 77. بعدين برجع بفوت كلمات. تمام شباب، وحدك بتموني يا ضو عيوني او هيك شيء، وبس يخلص الكلمات برجع بفوت بصوت هيك. برجع بفوت حبك جنني ناري ويا ناري ليلي ويا ناري، وبس يخلص بفوت بصوت بمجوز. صوت مجوز صراحة أنا ما عندي صوت سامبلر، لأنه هو صوت سامبلر بضل كابس عليه كبسة واحدة وبطلع الصوت. تمام، بس يخلص من صوت المجوز بفوت بصوته هيك.
امام شباب، برجع بغني كلمات وبعدين بتخلص الاغنية. ها هي بس، ان شاء الله تكون عجبتكم. هلا راح احاول اعزفها انا من الاول لشوف كيف راح تطلع معي. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة واكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم، وان شاء الله ما نقصر مع حدا. تحياتي للجميع.